طبعا انا مش هسالك انت شفتي ايه في رمضان، لان واضح انك ما شفتيش حاجه ولا اي حاجه. لا ايوه هقول لك شفت ايه. مش شفتي ايه؟ واحنا بنعمل زابينج كان في رامز جلال. انا بناتي يعني اولادي ما بيتكلموش عربي، فجاه لقيت بنتي الصغيره جايه بتقول لي انا ادنلك من يوتيوب بس. فمن يوميها قعدوا حبوا يتفرجوا عليه، ابتدوا يفتحوا على اليوتيوب يتفرجوا عليه، وابتدوا يحفظوا بقى الاغاني وكده، فحبوا رامز. بس هو ده اللي شفناه. كان قبل ما يناموا بيشوفوا بارت من اغلب السقه، كان برنامج اغلب اسمه اغلب السقه، كان انا حبيته لانه كده لطيف ويعني بيحكي عن الرياضه وكده، فما كانش عندي مشكله ان هم يشوفوه. بنتي الكبيره حبت الحلقات اللي فيها البنات اكتر، يعني لما بنت يعني يبقى الضيف بنات مش اتنين رجاله بيخانقوا بعض يعني عايزين يكسبوا، لا لما بنت تبقى عايزه تكسب بس يعني ضيوف السقه بيبقوا بنات. لان هو اكيد هيكسب، فهي عايزه السقه يكسب، فعشان ما يبقاش في منافسه مع السقه.